نرجع مرة تانية، عندنا خبر دلوقتي بيقول ان الاهلي بيتقدم ببلاغ للنائب العام ضد المتجاوزين يوم الحد القادم. قررت اللجنة القانونية المنعقدة بمقر النادي الاهلي في الجزيرة النهاردة وبعد مطالعتها لجميع الشكاوى المدعمة بالوثائق الاعلامية والمقدمة من اعضاء النادي الاهلي ضد التجاوزات التي تمت خلال الفترة الماضية ضد النادي الاهلي على وسائل الاعلام المسموعة والمرئية والمقروءة، ومن ثم كان لابد من إنفاذ القانون لمحاسبة المتجاوزين بتقديم بلاغات للسيد النائب العام ضدهم يوم الأحد القادم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وكذلك استدعاء المتجاوزين من أعضاء النادي للتحقيق معهم خلال الأسبوع المقبل. شايف بقى القرار ده إزاي؟ لا طبعا ده امر طبيعي جدا بالنسبه لاي مؤسسه بتتعرض لاي يعني انتهاكات او بتتعرض لاي تجاوزات. حقي الطبيعي ان انا امارس حقي في ان انا بالقانون وبالدستور اي حد تجاوز في حقي، فبالتالي ده ما فيش كلام عليه. صحيح. والحقيقه يعني يمكن انا بس عايز يعني اوجه شكر وفي نفس الوقت انتقاد للنادي الاهلي ان الموضوع ده متاخر شويه، يعني بس القرار ده طبيعة متأخر. النادي الأهلي، النادي الأهلي محتاج إن هو يقعد ويدرس وقبل ما يتكلم بيعرف هو هيقول يعني إيه ويحضر أنا بتكلم على وثائق ويبقى بالظبط، عارف إن بس هو أنا بتكلم على يعني موقفه سليم قبل ما بيتصرف. أنا بتكلم على فكرة الذهاب إلى النائب العام وفكرة حق يعني الحصول على حق النادي الأهلي وأشخاصه والمسؤولين عنه. صحيح. والأعضاء وجماهير النادي الأهلي، كل من هو تجاوز في حق حد لازم إن هو يبقى قدام القانون، مفيش صحيح. حد فوق القانون. صحيح، بس انا مش عايزه حضرتك تشوفها ان هي تاخير من النادي الاهلي في الرد على المتجاوزين. لا، كان في لجنه قانونيه بتدرس كل اللي اتقال وكل اللي حصل وبتجمع كل المستندات والوثائق عشان يوم ما تتقدم تعرف ان هي دايما على حق. طيب.